يحرص المزارع عبد الرحمن على رعاية مزروعات أرضه التي زرعها هذا العام بالفستق السوداني، زراعة تعتبر دخيلة على بلدة السوسة شرق دير الزور، ولكنها بدأت بالانتشار في المنطقة بسبب نسبة نجاحها الكبيرة التي بلغت قرابة 100% بحسب المزارعين. شفت مناطق ثانية وحبيت أنه أزرعها منطقتنا، كوني زرعت زراعة سابقة عندك الزهرة والملفوف بمنطقتنا والحمد لله كانت ناجحة يعني 90%، وكذلك نبات البطاطا نجح عندي والحمد لله، فما في شيء مستحيل في المنطقة لأنه أرض خصبة والحمد لله. توفر الأسمدة والتربة اللازمة لزراعة الفستق السوداني والكلفة المنخفضة مقارنة بالمزروعات الأخرى في المنطقة، حيث تبلغ كلفة زراعة الدنم الواحد بين 35 إلى 40 ألف ليرة سورية، هو ما دفع مزارعي المنطقة إلى التوجه نحوها آملين أن تعوضهم شيئا من خسائرهم التي تكبدوها بسبب عوامل عديدة. بالنسبة لإنتاجه زين 100%، العام سعره زين والناس متكالبة عليه عشرة يريدون اشتراه، يعني بين 5-6 تجار هين بالقرية متعاد بكل من يزيد السعر على الثاني. أما السنة لسه ما شفنا انتاجه، تنشوفه مثل العام ولا أكثر، لأنه الله يتشلى تنشوف انتاجه. أما المهرش من برا زين، المهرش من برا شكله زين وشبعان سماد وشبعان مي. مشكلة المياه تعتبر عائقاً أمام استمرار زراعة الفستق السوداني في المنطقة، فالنبتة تحتاج للسقاية بشكل مستمر في ظل غلاء أسعار المحروقات، ويعتقد الكثير من المهندسين الزراعيين في المنطقة بأن هذه الزراعة لها مستقبل كبير في حال توفر الدعم اللازم للمزارعين. في حال دعم هذا المحصول من قبل الجهات المعنية أو أي جهة ثانية أكيد راح ينجح المحصول ويعطي إنتاج وفي التربة الرملية الطينية مناسبة لزراعته، ويحتاج إلى ريات متتالية كونه نبات زيتي يحتاج إلى ريات متتابعة. زراعة جديدة يدخلها المزارعون في دير الزور إلى منطقتهم متسلحين بجهدهم وخبرتهم التي يمتلكونها، آملين أن تخفف عنهم الأعباء التي فرضتها ظروف الحرب وجائحة كورونا.